الخادم اللي معايا بيخدمني، اي حاجه انا عايزها بيجيبها لي. الزلطه ديت تمنها 200 مليون دولار، معروض عليا فيها 200 مليون دولار. دي رمي الحديد. انا يا جماعه بشوف بالخادم، الخادم اللي ربنا عطوني انا بشوف فيه. الحجر ده داخله الماز نيزك برضك اهو. نيزك جاي من كوكب المريخ والقمر، ماشي، وهثبت لكم ان في ان هي جايه من كوكب المريخ ولا جايه من الارض. ولو زلطه، طب هي زلطه، احنا نفترض ان هي زلط، كل الناس معترفه ان هو ده ايه؟ ده زلط. وبنمسك الحجر كده وبنعمل كده اهو، بيلزق. طالما بيلزق يبقى نيزك. الناس هتقول حديد، طب يا جماعه هو حديد، دي رنة حديد، دي رنة زلط، دي رنة حديد. طبعا اهوت حجر تاني اهو، ماشي، حجر تاني اهو، دوت نيزك من الكواكب، بيقعد 400 سنة يلف عما بينزل على الأرض. ومعاه حجر القمر اهوت، حجر من القمر، ماشي اهو، بيلزق اهوت في المغناطيس اهوت عشان الناس ما تقول لك ما تلزقش. طبعا هنثبت برضه دوت حجر عقيق، هنشوف هيلزق في المغناطيس ولا لا. اهو زلط اهي، تلزقش في المغناطيس. ما تلزقش في المغناطيس ليه؟ عشان هي ايه؟ عقيق، ملاش دعوه. انما ده هيلزق. طب ديت اهيت داخلها الماز اهي، الحجر ده داخله الماز نيزك برضك اهو، اهوت يا جماعه. زلط مصر بيجيب لكم كل الجديد، يعني كل الحاجات ديت نيازك، كل دمت عقيق. هنعرف ازاي ان هو عقيق؟ دي معروض عليا فيها 200 مليون دولار. الزلطه ديت هي اغلى زلطه معايا ب 200 مليون دولار، مرسوم عليها هنا ايه؟ جمجمه. دي بنقعد نرجها كده 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 كده، ماشي، ونحطها على الترابيزه كده، تقعد ترقص منها لنفسها. ليه؟ عشان الحاجه اللي جواها، الحاجه اللي جواها اهي، سامعين صوتها؟ قلت لي الحاجه دي بتجي لك عن طريق ايه؟ قلت لكم عن طريق ايه؟ الخادم اللي معايا اهو، الخادم اهو، شايفينه الاسمر ده اهو، الاسمر ده خادم، باين في الكاميرا، اخلي لكم يتحرك اهو، اهو ده الخادم يا جماعه، هو اللي بيجيب لي ايه؟ الحاجه. هنرجع لكم تاني، اهي شايفين عمال ترقص ازاي؟ دي ب 200 مليون دولار، معروض عليا فيها 200 مليون دولار، ماشي؟ مو ما تقولوش عليا مخي تعبان، والله العظيم انا، ما انا مخي تعبان، ماشي، وبقول لكم ان انا ما بشوفش، انتوا مش مصدقين اني جبت لكم الورق معايا اهوت، مش مصدقين حتى بالورق. كومسيون طبي، كومسيون طبي، شوف فيه كام ختم، كام امضه، كام دكتور ماضي فيه. اعمل لكم ايه تاني بدل الواحد؟ اتنين، جامعه المنصوره يا جماعه، النظر بايظ والله العظيم اهو، 25 سم هنا اهو بايظ، بايظ ها؟ بشوف في الخادم. انا يا جماعه انتوا مش مصدقين، وعمالين تقولوا عليا بشرب مخدرات وبشرب شابو، انا ما بشربش اي حاجه ولا مخي تعبان. حد ولا... قال لك بكفر؟ ها؟ كفر؟ لا، انا مؤمن بالله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، مؤمن بالله. طب حته الخادم دي انا مش شايف ان خدمه، خدمه نورانيه، خدمه من عند ربنا، ربنا عتاني. لان انا ابن حلال واستاهل اكتر من كده، ان ربنا بيحبني، ما بينه وما بين ربنا عمار، انا كلمت ربنا، الناس ما تعرفش تكلم ربنا، ربنا بيستجاب لي عشان انا بقعد اكلم مع ربنا. انا عايزها بيجيبها لي، اي حاجه انا عايزها بيجيبها لي، اي حاجه انا عايزها بيجيبها لي. وبعدين يا جدعان انتوا كارهين ان انا ابقى معايا 200 مليون دولار؟ والله هوزع على الناس، هاخد اللي يكفيني وهوزع على الناس. انا ما والله العظيم ما ببص لحد في رزقه. هي قدامكم اهي، كلمت ربنا لان ربنا بيحب عبده الشكاي اللي يقعد يقول له يا رب والنبي انا عايز كذا، عايز كذا يا رب. ربنا بيدي لكل واحد، بس يكون ما بين، يكون النيه صافيه. طول ما النيه صافيه. طيب قلت لي بقى الزلط ده بيجي لك عن طريق ايه؟ عن طريق الخادم اللي في الحجر. عايزني اوريك الخادم؟ طيب مره الزلطه الاخيره اللي انت بتقول ب 2 مليون جنيه ولا ب 200 مليون جنيه؟ 200 مليون دولار. 200 مليون دولار جات لك ازاي؟ جات لي عن طريق الخادم، عن طريق الخادم. معلش بس استحملني واسمح لي ان انا اسالك، جات لك ازاي؟ عن طريق الخادم اللي معايا، عن طريق الخادم اللي معايا، وما بعالجش حد عشان الناس بترن عليا تقول لي عالجني، انا ما بعالجش حد. طب ازاي عن طريق الخادم اللي معايا؟
الخادم اللي معايا بيخدمني اي حاجه.